نظمت في العاصمة صنعاء فعاليات لتأييد المجلس السياسي الأعلى من أبناء المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز والشباب والشخصيات الاجتماعية. أبناء تعز والمحافظات الجنوبية كان لهم موقف من العدوان على اليمن. تحالف تعز مسؤولية وبعض المنظمات مع الجبهة الوطنية لأبناء الجنوب نظموا فعالية احتفالية تأييدا للمجلس السياسي الأعلى. نظمنا فعالية في أمانة العاصمة، أولا احتفاء بذكرى 34 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتأييدا للمجلس السياسي الأعلى. ونوجه رسالتنا للعدوان ولرواد الفنادق بأن الشرعية هي شرعية الشعب وليست شرعية الطيران الذي سقطت شرعيته في سقوط أول شهيد في اليمن. المشاركون في الفعالية الاحتفالية أكدوا أن تعز والمحافظات اليمنية تتعرض لحملة شرسة من دعاة الارتزاق والعمالة للخارج. تأتي هذه الفعالية متزامنة مع ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام. نلتقي اليوم هنا في هذا الصرح الثقافي نحن وأبناء المحافظات الجنوبية لنقول للعالم كله بأننا شعب واحد وجيش واحد. اجتمعنا ضد العدوان الغاشم وتشكيل إرادة الشعب لتشكيل المجلس الأعلى السياسي. أيوة. الدين على الولاء والعهد. تقدمه تحالف تعز مسؤوليتي لفخامة الزعيم القائد علي عبد الله صلاح رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة ذكرى 34 لتأسيس الحزب الوطني. درع الولاء والعهد قدمته الفعالية للزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام التي يجدد بها المحتفلون الولاء لله والوطن ويؤكدون أنهم صامدون كما دعت القيادة في وجه الصلف العدواني. ما زالت المنهجية الديمقراطية والمدرسة التسامح والتصالح بقيادة الزعيم علي عبد الله صالح تواصل عملها التنموي من بين ركام الأحجار وأيضا تحت أزيز الطائرات الوحشية والبربرية. نقول للعدوان السعودي الشعب اليمني لن يركع ولن يخضع مهما تكالبت عليه العالم بطائراته وصواريخه، ولسان حال كل يمني يقول سأعيش رغم الداء والعداء كالنسر فوق القمة الشماء. التأييد المتوالي من كل المكونات السياسية في الداخل يثبت أن المجلس السياسي خطوة مثلت وتمثل كل اليمنيين في الداخل والخارج. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء.